يتدفق مئات آلاف الحجيج من العالم أجمع إلى الحرم المكي للبدء بمناسك الحج في ظل تدابير أمنية مشددة، وذلك في وقت تخوض فيه السعودية حربا ضد تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب تحالف دولي عريض. بعض الحجاج وصلوا على الكراسي المتحركة، فيما تقدم بعض آخر من الكبار بالسن بصعوبة وتحت أشعة الشمس الحارقة نحو الحرم، حيث بدأ عشرات الآلاف شعائر الطواف حول الكعبة. أنا مسلمة وأعتقد أن حبي للرسول ولحياته ليس له علاقة إطلاقا بما يجري حول العالم. الإسلام الذي أعيشه ليس دين تعصب. الإسلام بعيد عنهم، تصرفاتهم، أخلاقهم، عاداتهم بعيد، لأنه يذبحون الناس ويأخذون النسوان، يعني كثير شغلات يسوون بعيد عن الإسلام. وطلب وزير الداخلية من الحجاج الابتعاد عن الشعارات السياسية والعقائدية خلال أداء مناسك الحج بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وتنشر السعودية، البلد الذي يحتضن على أراضيه الحرمين المكي والنبوي 85 ألف رجل أمن لضمان حسن سير موسم الحج.